قانوني عبد الحميد، المنسق الوطني لبرنامج تحالف البلديات من اجل الاعتقال الطاقي. البرنامج هذا يعنى بمساعده البلديات التونسيه من اجل ضبط برنامج للتحكم في الطاقه بالنسبه لممتلكات البلديه، وكيف كيف بالنسبه للتريتوار اللي معناتها يمثل البلديات هذيا. دونك احنا عندنا عديد المشاريع ان شاء الله، وعديد لي زاكس بيان سور اللي نخدموا عليهم في البرنامج هذايا، منهم عدد برنامج تكويني خاص للبلديات، منهم عدد اون استراتيجي دو كوميونيكاسيون كيف كيف للبلديات، فما معناتها اون بلاتفورم دو كونتابيليتي انرجيتيك زاد كيف كيف اللي حاضره توا ان شاء الله باش يتم اعتمادها من طرف البلديات هذايا. وفي الكادر هذايا بيان سور انا لونسي ان ابيل مانيفيستاسيون دانتيري للبلديات بالتعاون مع صندوق القروض ومساعده الجامعات المحليه. دونك لابيل هذايا جاونا معناتها اون ريبونس ا سيت ابيل، جاونا 47 مشروع، معناتها اقتراح مشروع. ال 47 هذوما مشروع بعد تقييم اولي ولا تقييم للمشاريع هذيا، تم اختيار 11 مشروع باش يتم تمويلهم بصفه مشتركه بين الوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه عن طريق بطبيعه الحال صندوق الانتقال الطاقي وصندوق القروض ومساعده الجماعات المحليه، وبطبيعه بتمويل ذاتي من البلديات. المبلغ الجملي للمشاريع اللي تم معناتها الاتفاق عليها واللي باش يتم تمويلها في حدود 2.6 مليون دينار، منهم 1.5 مليون دينار بتمويل ذاتي من عند البلديات، 837 ألف دينار باش تكون بتمويل من طرف صندوق الانتقال الطاقي، و 360 ألف دينار باش تكون بتمويل من طرف صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية. ان شاء الله من بعد هاللمي هذايا باش يتم تقييم الاجراءات اللي عملناها ولا الميكانيزم هذايا، ونحاولوا في باش نلانسيو ان شاء الله هانوتر امي في شهر سبتمبر. دونك نحاولوا نتفاداو الاخلالات اللي صارت في اللامي هذايا، ونحاولوا نحسنوا فيه، ونحاولوا نحسنوا فيه باش يكون عندنا ان شاء الله انا بالا مانيفيستاسيون دانتيري، وهذه دعوه زاده للبلديات باش يشاركوا فيها ان شاء الله في شهر سبتمبر.